نساعي ليك بانكيك اللي متعوده عليهم. هادو نهار تجربيهم عمرك تبدليهم، بدون حليب ولا زيت ولا زبده، قمه الاقتصاد. كيوجدوا في رمشه عين خفاف مثل الريشه. لهذا سيدتي مالك الا تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده ما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط، وبتعليق ديالكم البنائين، وبالبارتاج فضلا وليس امرا. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير، ونقولوا بسم الله توكلت على الله. اول حاجه كنحتاج هنايا جوج حبات من البيض يكونوا بالحجم المتوسط، ومن الاحسن يكونوا خرجناهم من الثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه او نص ساعه، ما يكونوش باردين. جوج حبات من البيض، وعندي هنايا ثلاثه ديال المعالق كبار من السكر الخشن اي سنيده، والسكر ممكن تقللو او تزيدو نتوما على حسب الذوق ديال لي بانكيك ديالكم كيفاش بغيتو تناولوهم. كنحرك الكل جيدا بالطراب اليدوي، يعني في هذه الوصفه هذه ما كنستعمل لا طراب كهربائي ولا خلاط، يعني غير الفوي اليدوي. عندي هنايا معلقه كبيره من بودره الكاكاو، ثم كنضيف هنايا جوج خمارات من فئه 8 غرام، اي في المجموع عندي 16 غرام من الخميره الكيماويه، وكنرجع نخلط الكل بالفوي اي الطراب اليدوي جيدا. ثم كنضيف كاس من الدقيق، يعني الدقيق الخاص بالحلويات اللي يكون منخول، والدقيق الرطب يعني تكون نوعيه جيده من الاحسن، يعني كاس من الدقيق من عبر كاس العنبه اي ما يعادل تقريبا 150 غرام ديال الدقيق. وانتم على حسب الحاجه الدقيق ممكن يكون كيشرب، او على حسب الحجم ديال البيض، يعني الدقيق ضيفوه بالتدريج حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا. بالنسبه للماء غادي نحتاج هنايا ربع كاس من الماء، ربع كاس ما يعادل تقريبا واحد خمسة ديال المعالق كبار من الماء، يعني الماء كنضيفو بالتدريج ما كنديروش دفعه واحده كيف ما كتشاهدوا معايا. درت هنايا تقريبا ما بين خمسة حتى ستة ديال المعالق كبار ديال الماء، وكنضيفهم بالتدريج وانا كنحرك جيدا بالفوي. ممكن تزيدوا الماء يعني على 6 ديال المعالق، او تنقصوا على حسب الدقيق والنوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، حتى كنحصل تماما على بحال هذا الخليط، يعني كيكون خفيف شيئا ما من الخليط ديال الكيك. كنخلط الكل جيدا، ثم غادي نغطي عليه بواحد كيس بلاستيكي او بالسلوفان، وغادي نتركوه جانبا لمده 5 ديال الدقائق فقط، يعني غير 5 ديال الدقائق كافي يعني باش كيكون معايا، يعني كنحصل على واحد النتيجه رائعه لهاد البانكيك ديالي. انا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نتركو جانبا تقريبا 5 ديال الدقائق. مباشره غادي نحضر المقله ديالي اللي دهنتها قليل من الزبده. بالنسبه لهاد المقلات اللي متوفر عنده اللي ما توفرش عنده، غيدير مقلات غير لاصقه، المقلات اللي كنديروا فيها البغرير او مقلات غير لاصقه، وغتعطيه نفس النتيجه. غير هاد المقلات كساعدنا باش كتعطينا نفس الاحجام، يعني نفس الحجم ديال لي بانكيك تيكونوا مقادين. كندهنها بقليل من الزبده، واخا هي غير لاصقه يعني كنتفادى المشاكل او تلصق معايا، كندهنها غير بشويه ديال الزبده وكنديرها تسخن. ثم كنمشي ناخذ الخليط ديالي اللي كنت غطيته بالسلوفان وخليته تقريبا 5 ديال الدقائق. ضروري ما نحرك واحد التحريكه خفيفه هكا بالفوي باش نخرج منه داك الفقاعات والهواء اللي ترسب عليه، يعني كندير غير واحد الضربه خفيفه بالفوي ونبدا التحضير ديالو. مباشره المقله ديالي اللي وضعتها على نار مهيله، ثم كنسكب الخليط، يعني ما نعمرش هاد الزوايا، او الا كنت غادي نديرو في المقلات العاديه ديال البغرير ندير تقريبا مقدار ديال جوج معالق كبار من هاد الخليط، لانه غادي ينتفخ معنا وكيضاعف الحجم ديالو. يعني كندير تقريبا جوج معالق كبار في كل وحده في كل زاويه، والنار تكون مهيله، يعني المقله درتها تسخن والنار تكون مهيله، يعني مجرد ما كنشوف السطح ديالو كيعطيني هاد الثقوب هادو صافي تنقلب مباشره. مجرد عاوتاني ما تنقلب ترجع الاولانيه اللي قلبتها وكنسحبو، يعني ما كنخليه لا دقيقه ولا زوج كيف ما كتشاهدوا معايا. انا غير مسرعه الفيديو ما قطعتوش، يعني مجرد ما قلبت عاوتاني كنرفعهم باش يبقاو لينا هشاش ما يجيوناش ناشفين. الناس بزاف كيتشكاو بانكيك تيجيهم ناشف او يابس، لانكم كتكثروا في المده ديال الطهي ديالو. مجرد ما يبقاو يبانوا عندكم ثقوب والنار تكون مهيله
صافي كنرفعهم. كيف ما كتشاهدوا معايا مجرد ما وضعتهم هالحجم ديالهم راه كيتضاعف، لهذا ما تكتروش الكميه. انا درت هنايا غير زوج معالق كبار وتبارك الله ما شاء الله كتضاعف لي الكميه ديالهم، لانني انا بغيت نحصل على هاد النوعيه ديال لي بانكيك اللي كيجيو اسفنجيين ومهويين وكبار شويه. الا كنتو بغيتوهم يكونوا صغار كتقللوا الكميه اللي غادي طيبوا في المقلاه. انا غادي نكمل الطهي ديال الكميه كلها اللي عندي، كيف ما كتشاهدوا معايا كنقلبهم مباشره، يعني ما كنخليهمش مده طويله، راه كيتحمروا لينا بكل سهوله. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي وعطاتني تبارك الله ما شاء الله جوج بيضات وكاس ديال الدقيق، عطاتني كميه لا باس بها من لي بانكيك. ممكن نخليهم كما هما فرديين ونزينوهم بالشوكولاته خطوط او شوكولاته نوتيلا للدان، واما ديروا كيف ما درت انايا. عندي هنايا قليل من الكريمه ديال الخفق كانت بقات ليا، عندي شويه ديال كريمه الخفق يعني بذوق الفاني وعندي بذوق الشوكولاته، قلت علاش لا ما نديرش ليهم هاد الزين، كيبقى يعني مرحله ديال الزين او ديكوراسيون او كاقتراح الى عجبكم هذا الاقتراح. كندير لهم هنايا شويه الكريمه، كيف ما يمكن لكم ديروا كريم باتيسري او اي شوكولاته عندكم ديال الدهن وتلاصقوهم. كما كتشاهدوا معايا انا كملت لهم الكريمه، وعندي هنايا شويه ديال الشوكولاته سوداء مذابه، كيف ما يمكن لكم ديروا شوكولاته بيضاء او الكونفيتور او العسل لكم الاختيار. مرحله ديال الزين كيف ما كنقول لكم دائما على حسب المتوفر وعلى حسب الموجود وعلى حسب الذوق. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ نصف ديال لي بانكيك اللي زوجتهم بجوج بالكريمه وكنغطسهم في هذا الكاس ديال الشوكولاته وكنحطهم هنا جانبا فوق ورق ديال الطهي حتى ينشفوا معايا، وكنزينهم بقليل يعني غير الجوانب، كنزينهم بشويه ديال الكاوكاو كونكاسيل اللي محمر، وها هما واجدين كيجيو من اروع ما يكون، اهشاش وخفاف والمقادير والمكونات بساطة جدا للغايه. كيف ما كتشاهدوا معايا المنظر ديالهم كيجي رائع جدا، وها هما هذا يعني هذه مجرد اقتراح. بالنسبه للكريمه لكم الاختيار، ممكن ديروا الكريمه شونتيي او لا كريم باتيسري او شوكولاته للدان كحشوه، لكم فيها الاختيار. وتزيين كذلك كيف ما كتشاهدوا معايا هادو بالكريمه بذوق الشوكولاته، اللي درت هنايا واحد الخطوط عشوائيه بواحد القمع اللي درت فيه شويه ديال الشوكولاته دائبه وشكلت هاد الخطوط، كيجي رائع جدا اسفنجي ما تشبعوش منه. وانا متاكده غتبقاو تعتمدوا هاد الوصفه ديال لي بانكيك بدون حليب ولا زبده ولا زيت، يعني بكاس ديال الدقيق نص كاس ديال الماء وجوج بيضات، ها نتوما صيبتوا اروع واهش يعني بانكيك على الاطلاق، ما غتبقاش تستغني على هاد الوصفه نهائيا، جد اقتصاديه. وكيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو خفاف بحال الريشه وهشاش مثل القطن. تمنينا اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش دعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين وبالبارتاج فضلا وليس امرا. شكرا لكم متابعة ومرحبا بكم دائما عند قناه ساكنه السويريه، والى اللقاء.